إذن أولا نشكركم الأخوات والأخوان على حضوركم معنا اليوم لهذه الانطلاقة لهذا المعرض الأول، المعرض الدولي للكتاب للشباب والأطفال اللي تنظم هنا في مدينة الدار البيضاء بشراكة مع مجلس الجهة ومدينة الجماعة. أول معرض بهذا الحجم موجه فقط للأطفال والشباب، وبالطبع ينخرط في استراتيجية اللي كتقدمها الوزارة باش تشجع القراءة للأطفال والشباب. وكنعرفوا بأن وكل شيء كيعرف بأن كانت هناك إشكاليات سابقة في الدقائق للقراءة اللي كنعطيوها للقراءة خاصة بالنسبة للأطفال والشباب، وبالطبع في التطورات ديال الديجيتال ديال التكنولوجيا اللي كيعرفها العالم اليوم كان لابد أن يكون هناك يعني مجموعة ديال المبادرات. أولهم إلى عقلت السنة السابقة كانت هناك اتفاقية مع وزارة التعليم باش نفتحوا جميع المكتبات اللي عند الوزارة واللي عند الجامعات المدارس يعني الأطفال ديالنا. واليوم هذا المعرض كيجي فقط باش يعرف بالكتب الجديده لا المغربيه او الدوليه. كان هناك يعني مشاركين من جميع يعني من مجموعه ديال دول العالم، وكذلك مقاولات معروفه جدا كيف ما شفتوا قبيله كانت مارفل. تحدي مره اخرى شنو هو الطفل يعني يتشبت بديك ديك الكتاب ديك الاوراق، وبشويه بشويه بالطبع كيبدا بالبون ديسيني كيدوا بالقصص موجهه للاطفال، وفاش هو كيكبر وكيبدا بالطبع كيكون اهتمام بالتاريخ ديال المملكه، كيكون هناك اهتمام بلي غومون بالقصص الطويله. فهذا هو الدور اعتقد ديال وزاره الشباب والثقافه والتواصل. والشكر مره اخرى موصول للجهه والجماعه لانهم بدون الشراكه ديالهم ما كانش يمكننا ننظموا اللقاء بهذا المستوى وبهذا الحضور. شكرا لكم مره اخرى. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.